بعد أخذ ورد اليوم يصدر بلاغ على رئاسة الجمهورية فيه مش نشرحه بعجالة مواصلة تعليق اختصاص البرلمان، ما تحلش البرلمان مع حرمان أو توقيف صرف الجرايات والامتيازات لرئيس البرلمان ولنواب الشعب، وهذا أمر منطقي على اعتباره أنه كل شخص ما يخدمش ما يخلصش. كذلك وأنه الرئيس يقول وأنه مش يصدر نص يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا اللي كنت أنا حكيت عليه قبل، ورأيي هو الحقيقة رأيي، وهو ما أسميته بالتعليق الجزئي للدستور، مش كل دستور 2014 مش يتعلق ولا يتنح، لأنه كما قلت أنا من قبل من اللي الدستور هذا دخل حيز التنفيذ وإحنا في مشاكل وفي صراع بين رأسي السلطة التنفيذية من ناحية رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وبين علاقة رئيس الجمهورية بالبرلمان، وهذا بدأ مع سي الباجي والمعركة وتنحيط حبيب السيد جيبان يوسف شاهد، ثم 3 سنين عرك. مش معقول باش نبقاو نتعاركوا في يعني اهتزازات سياسية وعدم استقرار سياسي بسبب هذه الصراعات. نحن الحقيقة طوت عدينا توسعنا في الفصل 80، لكن نحن نبارك إجراءات اللي من شأنها أنها تحسن الوضع العام في البلاد، ولا يمكن أن يتحسن الوضع العام في البلاد بدون استقرار سياسي. الرئيس أعلن اليوم في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية وأنه مش يبقى العمل بالدستور في الباب الأول والثاني اللي هما 49 فصل. الباب الأول هي مبادئ عامة والتوطأة متاع مبادئ الثورة والمبادئ اللي قامت عليها الثورة، التوطأة المقدمة، ثم الباب الأول اللي فيه المبادئ العامة، ثم الباب الثاني اللي فيه الحقوق والحريات. وهذا تجنب لضغط كان يتعرض له رئيس الجمهورية على مسألة التهديد بالدكتاتورية والتهديد بالمس والحريات وحكاية المطار والمنع من السفر وكل هذه الانتقادات. كذلك مش أذن القوانين الاستثنائية أو النصوص الاستثنائية اللي مش تهبط شتولي الاختصاص التشريعي عند رئيس الجمهورية والاختصاص التنفيذي عند رئيس الجمهورية. باقي الدستور يعني السلطة القضائية الهيئات الدستورية مبدئين يقعدوا، وخاصة السلطة القضائية مش تمس. شو يقول البلاغ؟ يقول وقت اللي يصدر القانون المنظم للسلطة العمومية اللي مش يكون فيه كيفية عمل الحكومة وكيفاش الرئيس عنده اختصاصات تشريعية وعلاقة الحكومة بالرئيس، نصوص هذه الاستثنائية إذا كانت تتعارض مع أحكام الدستور في البارتي اللي قادت سارية المفعول من الدستور، النصوص الاستثنائية هي اللي تطبق. ويقول البلاغ ونتصور من هنا الغدوة مش يصدر النص اللي مش ينظم السلطات العمومية بصورة مؤقتة، هذا نتيجة ديما ونعاود نقول تعليق جزئي للدستور مش تعليق كلي، ثم يقول وأنه الرئيس مش يقوم بالتعديلات السانحة بإجراء الإصلاحات السياسية. شو معنى الإصلاحات السياسية؟ يعني الدستور، إعادة تنظيم الاختصاصات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ومنح أكثر صلاحيات لرئيس الجمهورية، ربما حتى أن رئيس الجمهورية هو اللي يختار الشخصية اللي تشكل الحكومة. لكن لازم نعرفوا حاجة، اللي نحن حتى كان مش نرجع للنظام الرئاسي ما نجموش نرجع للنظام الرئاسي كيف ما قبل 2011. علاش؟ خاطر قبل الرئيس كان هو من نفس الحزب الوحيد اللي يحكم، أي حكومة عداها الرئيس البرلمان يصادق عليها. اليوم عندنا تنوع حزبي في البرلمان، يعني مش بالضرورة حتى كان قيس سعيد غدو يعدي حكومة بعد الإصلاحات السياسية أو الرئيس اللي مش يجي بعد قيس سعيد، مش بالضرورة الحكومة تتعدى على البرلمان، لأنه اليوم معاش عندنا حزب واحد يحكم. ولذا رئيس في كل الحالات في المرحلة المستقبلية بعد إنجاز الإصلاحات مش يكون في حاجة باش يتوافق مع الأحزاب.
إصلاحات سياسية كذلك مش تشمل القانون الانتخابي، مش تشمل قانون الأحزاب، تشمل قانون الجمعيات. هذوما تقريب أهم النصوص اللي تنظم الحياة السياسية. به سي قيس سعيد قبل وقت اللي تطرح الإشكال هذا تاع الدستور في عهد سي البيجي وعنده تسجيل موجود، وأنه كان ضد التعديل تاع دستور 2014 ويرى أن التعديلات كانت باش تصير لأنه إنسان يخيط كسوة على قد الباس ولخدمة جهة معينة. إن شاء الله هو ما يسقطش في نفس الشيء، لو أنه اليوم هو بدل رأيه ولا على اعتقاد راسخه أنه الدستور يلزم يتغير، لكن إن شاء الله يكون هذا التغيير في الدستور وفي النصوص اللي تنظم الحياة السياسية يكون بتكاتف وباستشارة موسعة مع القوى الوطنية. هو عمل لجنة، قول أنه مش تنظم بأمر لجنة هذية يستعين بها، لكن اللجنة هذية اللي مش يستعين بها هي لجنة استشارية، يعني تنجم هي ومعروف تقريب الأسماء تعرفوهم، أسماء اللي قاعدين يحكيوا الليامات في القانون الدستوري واللي هما من الموالين إطلاقا لرئيس الجمهورية بدون نقد بدون حد شيء، يعرفوا اللي يقولوا إيه. على الأقل إن شاء الله تكون لجنة موسعة وفيها آراء مختلفة وما فيها بس الإنسان يسمع الآراء الكل، وإن شاء الله الرئيس باعتباره طوب حسب البلاغ هذا هو الفاتق الناطق وهو اللي مش يعمل الدستور، اللجنة هذه ما عندها حتى قيمة. إن شاء الله ما يفكرش هو في روحه، إن شاء الله يفكر في المصلحة الجماعية ويفكر في نظام سياسي متوازن، نظام سياسي متوازن وتشريك كل القوى، لأنه اليوم سمعنا البلاغ هبط على الغنوشي تاع الخوانجية اللي يقول هما مش راضين على هذا. بون ترضى ولا ما ترضاش هذه مشكلتك سي الغنوشي، هنالك يعني وعي جماعي ماشي في اتجاه معين، ما نجمش توقف على الغنوشي يرضى ولا ما يرضاش، وكان عندك حاجة تفضل اعملها. ويقول هو البلاغ وان هذه ستكون الرئيس يعد مشاريع، كلمة مشاريع هنا يلزم نقف عليها، مش مشاريع قوانين ستحال على البرلمان المعلق حاليا، وإنما هي مشاريع يفهم منها وأنها ستحال على الاستفتاء. يعني الرئيس وإن شاء الله لهنا مثلا في الاستفتاء نمشيو في دو فيرسيون ونعطيو دو فيرسيون للشعب، زوز مشاريع باش الشعب يصوت على واحد منهم، مش نهزولو مشروع واحد اشرب ولا كسر قرنك حسب ما يفكر الرئيس. إن شاء الله قول أنا طبعا ما عادش نحكيو برشا على التقنيات والقانون الدستوري والبيور جيريديزم والمشروعية تعجل برحيل الشرعية، أوكي، أما المشروعية راهي من الشعب وفق مبادئ مشروعية معينة مع تشريك كل القوى الوطنية، لأنه الرئيس اليوم ما نجمش يحكم في تونس وحده، يلزموا حلفاء، يلزموا يفهم اللي هو يلزموا حلفاء، وراه شعب الفيسبوك والكل يحضروا له في الاجتماعات والصيح مش هذاك، راه هذه دولة لابد من أن الرئيس يفهم اللي يلزمه يخدم مع الناس الوطنيين. هو ولو أنه هو وقال ولا يعطي في السكوك وعطى الشهرين هذوما بشوف الأقنع شكون، مع إحنا لنا لابسين ماسك لحد شيء، هذاك وجهنا كي 40 سنة التالي كيف اليوم، ويلزم الرئيس يستشير الناس كل وإن شاء الله نوصلوا لنتيجة باهية اللي فيها خدمة للصالح العام. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.